مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده ان شاء الله هيكون معانا اخبار كتير جدا بتخص النادي الاهلي وكمان منتخب مصر اللي هيلعب باذن الله كمان 3 ساعات من دلوقتي على ملعب برج العرب مباراته ان شاء الله قصاد النيجر في اطار مباريات الجوله الثانيه لتصفيات كاس الامم الافريقيه 2019 واللي بتستضيفها الكاميرون في الصيف اللي جاي باذن الله. زي ما انتم عارفين مباراه المنتخب النهارده هي الاولى للجهاز الفني الجديد بقياده المكسيكي خافيار اجيري، وطبعا المدرب الجديد النهارده اكيد عايز ان هو يقدم اوراق اعتماده للجمهور المصري وكمان يصحح وضع منتخبنا في المجموعه اللي بنحتل فيها المركز الاخير بعد طبعا الهزيمه من تونس في الجوله الاولى 1-0. زي ما احنا عارفين برضو ان منتخبنا في المجموعه العاشره اللي بتضم كمان تونس بتضم النيجر وسوازيلاند، وكمان عايز اقول لكم ان المباراه النهارده هي المواجهه الرابعه لمصر والنيجر. تاريخيا لعبنا قبل كده مع النيجر 3 مرات، منهم ماتشين رسميين وماتش واحد او مباراه واحده وديه، وتقدروا كمان تشاركوا معانا النهارده خلال حلقتنا على صفحات البرنامج وكمان تجاوبوا على سؤالنا النهارده. سؤال حلقتنا النهارده بيقول توقعاتكم ايه لمباراه مصر والنيجر على الفيسبوك تويتر وعلى انستجرام، وان شاء الله كمان هنستعرض مشاركاتكم معانا خلال حلقتنا. تعالوا بقى نبتدي مع بعض حلقتنا وهنبتديها بأهم العناوين. الخطيب يواصل لقاءاته مع أعضاء الأهلي. اليوم ندوة في فرع زايد حول مشروع لائحة النظام الأساسي. إشادة كبيرة من أعضاء الأهلي حول الحوار المجتمعي عن اللائحة. غدا آخر موعد لتلقي الاقتراحات بشأن لائحة النظام الأساسي. فريق الكرة بالأهلي يواصل تدريباته مع كارتيرون. الليلة المنتخب في أول اختبار مع أجيري. كالعادة طبعا بنبتدي دايما حلقتنا بأهم المنشطات الموجودة في الجرايد النهاردة اللي بتخص النادي الأهلي. الشروق الخطيب يختتم حواره المفتوح مع أعضاء النادي حول دستور الأهلي. الأهرام الخطيب يطالب الجمعية العمومية بالتصويت على لائحة النظام الأساسي في 28 سبتمبر. الأخبار المسائي الرتوش الأخيرة على اللائحة. القلعة الحمراء الخطيب يختتم جلساته مع الأعضاء ويناقش التعديلات. الأخبار أنديل أو طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عالجنا البنود المثيرة للجدل وكل ما تردد عن الخلافات مجرد شائعات. الأخبار المسائي أشغال شاقة في تدريبات الأهلي أزارو يعود اليوم من المغرب وفتحي يظهر. اكتوبر رغم طلبات كارتيرون بصفقات سوبر ابناء الاهلي خطه بيبو لمواجهه مغالاه الانديه. ومن اهم وابرز المنشطات اللي كتبت عن النادي الاهلي نروح بقى لاهم اللي اتقال برضو عن النادي الاهلي لكن عن طريق مواقع التواصل الالكترونيه. اليوم السابع تقديم موعد ندوة لائحة الأهلي في الشيخ زايد بسبب مباراة مصر والنيجر. الأهرام سبورت أجاي يواصل برنامجه التأهيلي في الجيم. في الجول طبيب الأهلي يقرر حقن السلية بالبلازما مجددا لتجهيزه للحاق بمواجهة هرويا كوناكري. وان ثري قياسات بدنيه للاعبي الاهلي. اليوم السابع كارسيرون يجتمع بازارو وباسم علي يشارك في مران الاهلي. فيتو علي لطفي ينتظم في مران الاهلي.
كورة، الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة حورية كوناكري. الوطن سبورت، غدا عدلي يطير لغينيا للترتيب باستقبال بعثة الأهلي. هنبتدي اخبار النادي الاهلي النهارده مع اليوم السابع اللي قال ان قرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تقديم ميعاد ندوته الثالثه والاخيره مع اعضاء القلعه الحمراء المقرر ليها النهارده السبت عشان تقام الساعه 6 مساء في فرع الشيخ زايد بدل الساعه 7 مساء عشان يكون في فرصه للاعضاء ان هم يتابعوا مباراه مصر والنيجر. كمان الاهرام سبورت كتبت ان النيجيري جونيور اجايي لاعب النادي الاهلي وصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. اللاعب أدى تدريباته في الجيم ضمن طبعا برنامجه العلاجي اللي بيخضع عليه في الفترة الحالية عشان يرجع مرة تانية للمشاركة في التمرين الجماعي. أجايي بيخضع دلوقتي لبرنامج تقوية عضلات وده ضمن المرحلة الثالثة من التأهيل بعد ما تعرض لإصابة بقطع الرباط الداخلي للركبة. اما بالنسبه للجول فالجول كتبت ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي قرر ان هو يحقن عمرو السوليه لاعب وسط الفريق بحقنه بلازما ثانيه طبعا ده خلال الساعات اللي جايه. السوليه هيحصل بعد كده على الحقنه دي في اطار البرنامج العلاجي اللي خضع ليه بعد ما اتصاب بتمزق في العضله الضمه خلال مواجهه كامبالا سيتي الاخيره. كمان موقع وانتري كتب ان الهولندي مايكل ليندمان مخطط احمال الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي حرص ان هو يعمل قياسات بدنيه جديده للعيبه الفريق على هامش تمرين النهارده السبت على ملعب مختار التتش في الجزيره. ليندمان كمان اشرف على استخدام اللعيبه على اجراء القياسات دي وكمان عشان يعرف ويقف على معدل اللياقه البدنيه لكل لاعب في اطار تجهيز الكل للمباريات القادمه ان شاء الله. في اليوم السابع كتبت الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي عمل جلسه مع وليد ازارو على هامش التمرين استعدادا لمواجهه هورايا كوناكري اللي هتقام يوم السبت اللي جاي ان شاء الله يوم 14 في ذهاب دور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. وليد ازارو رجع القاهره امبارح بعد ما كان في زياره قصيره يطمن فيها على اهله واسرته في المغرب واكتفى ان هو يشارك في جزء من التمرين البدني قبل ما يسيب الملعب ويستكمل تمرينه في الجيم. كمان موقع فيتو كتب ان علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي انتظم كمان النهارده في تمرين الفريق الجماعي بعد ما كان امبارح عنده حراره مرتفعه ودي كانت السبب ان هو يغيب عن التدريب واكتفى بتدريب خفيف في الجيم. طبعا الف سلامه على كل لعيبه النادي الاهلي ويكونوا ان شاء الله في احسن صحه. طيب في موقع كوره كمان اتقال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون جاله خبر حلو جدا ان هو هيرجع تاني او هيرجع هيستعيد تاني اللاعب باسم علي بعد غياب طبعا طويل وهيشارك اللاعب في التمرين الجماعي النهارده السبت بشكل طبيعي. باسم علي خلاص تعافى من اصابته في العضله الضمه وخاض فقره بدنيه في تمرين النهارده عشان يرجع بسرعه ويجهز بسرعه لمباراه هورايا كوناكري يوم 14 ويوم 22 سبتمبر الجاري. هنختتم بقى ان شاء الله جولتنا النهارده في الوطن سبورت واللي كتبت ان سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي هيتوجه لغينيا بكره ان شاء الله عشان يعمل الترتيبات الخاصه بالبعثه ويحجز طبعا فندق الاقامه وملاعب التدريب قبل مواجهه حورية كوناكري الغيني في دوري ابطال افريقيا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وطبعا اخبار محترفينا في الخارج واكيد طبعا اخبار منتخبنا الوطني الاول ومباراه النهارده قصاد النيجر. وهنبتدي باهم العناوين. وان ثري منتخب مصر يواجه النيجر لانعاش امال التاهل لامم افريقيا. الوطن سبورت المنتخب يدخل زمن اجياري بمهمه مصيريه امام النيجر. اليوم السابع تشكيله منتخب مصر المتوقع امام النيجر، صلاح محسن يقود الهجوم. وزير الرياضه يؤازر المنتخب امام النيجر ببرج العرب. الشروق هو ويست بروميتش ألبيون يدعم حجازي قبل مواجهه النيجر. أخبار اليوم، أبو ريدة يستجيب لأجيري في أزمة سالجارو.
كرة غريب، يصرح طاهر محمد مستقبل مصر في الهجوم. اليوم السابع الإسماعيلي ينهي أزمة الديانة خوفا من عقوبة الفيفا. سكاي نيوز من جديد، راموس يتحدث عن إصابة صلاح. سبورت 360، نيمار يطالب بالعودة لبرشلونة والرد يأتي سريعا. رئيس الأسبانية جون تيري يقترب من الدوري الروسي ويؤكد أنا مستمر في الملاعب. هنبتدي اهم اخبارنا مع موقع وان تري اللي كتب ان منتخب مصر لكره القدم هيلاقي النهارده او هيستقبل النهارده ضيفه منتخب النيجر السبت، وهتكون طبعا المباراه هي الاولى للجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنه بقياده المكسيكي ختيار اجيري، واللي تولى مهمته خلفا للارجنتيني هكتور كوبر. الفراعنه طبعا حاطين في اعتبارهم ان هم ما يكرروش سيناريو 2012 لما فشلنا في التاهل للبطوله القاريه بعد ما تصدرت النيجر مجموعه التصفيات. موقع الوطن سبورت كمان كان مهتم جدا بمباراه مصر والنيجر، وكتب ان الفراعنه بيدخلوا اللقاء دون رصيد وترتيب المجموعه او ترتيبنا في المجموعه العاشره طبعا بعد الخساره قصاد تونس بهدف نظيف في الجوله الاولى، بينما بيملك الفريق الضيف نقطه واحده في التعادل مع سويسرلاند من غير اي اهداف في الجوله اللي فاتت. كمان موقع اليوم السابع كتب التشكيل الأقرب للمباراة، وقال الموقع أن التشكيل هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمد حمدي ومحمد النني وطارق حامد وتريزيجيه وصلاح وعمرو وردة وصلاح محسن. موقع بيتو كمان نشر ان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هيكون موجود في مدرجات استاد برج العرب النهارده السبت، عشان طبعا يآزر ويساند ويدعم المنتخب الوطني الاول خلال مواجهه النيجر. كمان كتب موقع الشروق ان الصفحه الرسميه لنادي ويست بروميتش ألبيون الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قدمت الدعم والمسانده لمدافع الفريق ونجم المنتخب الوطني الاول احمد حجازي قبل مواجهه الفراعنه قصاد النيجر، وكتبت الصفحه الرسميه لويست بروميتش ألبيون حظ جيد لاحمد حجازي، الفراعنه يستضيفون النيجر في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه الليله. أما موقع أخبار اليوم فكتب أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري استجاب لطلب المكسيكي خافيار أجاري المدير الفني للفراعنة بتعيين الأسباني ميشيل سالجادو نجم ريال مدريد السابق ضمن الجهاز المعاون بشكل رسمي مع تحمل اتحاد الكرة راتبه الشهري. أبو ريدة طبعا اتفاجئ بطلب من أجاري أن هو بيتضمن تحمل اتحاد الكرة راتب سالجادو في مهمته الجديدة مع منتخب مصر بعد ما طلب نجم ريال مدريد أن هو يحصل على 10,000 دولار شهريا عشان يشتغل ضمن الجهاز المعاون للمدرب المكسيكي خافيير أجيري. نروح لموقع كورة واللي كتب ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي اشاد بتجربة الفراعنة قصاد روسيا واللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منتخب. طبعا المباراة دي كانت امبارح يوم الجمعة. شوقي غريب قال في تصريحاته انه قدر ان هو يجرب اكتر من لاعب في المباراة، ووضح طبعا ان هو اطمن على بعض اللعيبة، وغريب كمان اثنى على اداء مهاجم المقاولين العرب طاهر محمد طاهر وقال ان هو هيكون مستقبل مصر في الهجوم ان شاء الله. نرجع تاني لليوم السابع واللي كتبت ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه ابراهيم عثمان بيسعى دلوقتي ان هو ينهي ازمه الديون المتراكمه على النادي واللي بتهدد بسلسله طبعا من العقوبات من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. مسؤولين الاسماعيلي بيكثفوا دلوقتي جهودهم عشان يتصالحوا مع نادي ميدياما الغاني واللي مستحقات ماليه بتقدر ب 90,000 دولار، ودي بتخص طبعا التعاقد مع اللاعب ثيوفيلوس انوبا.
معانا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ محمد مراد الصحفي من ملعب برج العرب. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيما، وبارك لك على البرنامج، ودايما كده مطلقه واضافه لاي قناه روحيه. الله يخليك. وفي البدايه طبعا عايزه اطمن على الاجواء اللي موجوده دلوقتي في برج العرب. يعني هي الاجواء هاديه جدا للغايه امام البوابات، اقبال جماهير ضعيف جدا جدا. يعني هدوء، مش يعني مش متعودين عليه في ماتشات المنتخب تحديدا، يعني بيبقى فيه اقبال جماهيري كبير. لكن لغايه دلوقتي يعني فاضل ساعتين على الماتش، ساعتين ونص على الماتش، لغايه دلوقتي شايف ان البوابات فاضيه بنسبه كبيره. حتى اعضاء ومسؤولي اتحاد الكره بياكدوا ان ما فيش اقبال على التذاكر، يعني لغايه امبارح حوالي 11 او 12 الف تذكره بس بيتباعوا. طبعا عرفت يعني طبعا ان اتحاد الكره دلوقتي بيبعت لانديه الاسكندريه، او الحكي عامل حسين تحديدا بعت لانديه الاسكندريه والاكاديميات والمدارس الكره ان هم يحضروا الماتش. بقى في شكل للجمهور في الملعب امام ماتش النايجر. لكن زي ما بقول لحضرتك، البوابات تتقفل امتى؟ البوابات هتقفل قبل الماتش بتاعه، لكن خلاص هو الماتش الدنيا هاديه، فالبوابات اعتقد انها تفضل مفتوحه على امل ان يقدر يبقى في اقبال جماهيري لغايه اخر دقيقه. هم بيقفلوا، بس بيضطروا يقفلوا البوابات لو في يوم ماتشات عليها اقبال جماهيري بينبهوا مثلا انها قبلها بساعتين او في. لكن اعتقد الماتش النهارده هيفضل البوابات مفتوحه لغايه اخر قبل 10 دقائق من الماتش على امل ان يبقى في حضور جماهيري كبير النهارده في ماتش النايت. استاذ محمد، من وجهه نظر حضرتك ايه سبب الاقبال الجماهيري الضعيف النهارده على مباراه مصر والنايجر، رغم ان احنا كنا متعطشين جدا لرجوع الجماهير مره ثانيه للمدرجات؟ والله يعني هو كذا سبب، يعني سبب رئيسي ان هو ماتش النايبر. يعني ده سبب رئيسي. طبعا في برضك بعد الملعب، وكان في بعض التحفظات الامنيه من بعض الجماهير على الصعوبات اللي بتواجه بعض الجماهير ان هم يدخلوا للاستاد، ان الطريق امام بوابات برج العرب يبقى طريق رايح جاي بس، ما بقاش فيه زي ما فيش كذا مكان يدخلوا منه الجماهير، فده بيسبب زحام وبيسبب بطء في الحركه ان هم يدخلوا جوه الاستاد. فده سبب كبير جدا وراء عدم اقبال الجماهير. حتى بعض الروابط بتكلم معاه ان هم كان المفروض يجوا، وتحديدا رابطه منتخب مصر، معظمها مش موجود. يعني قال لك خلاص الماتش مش مهم قوي، وماتش النايجر غير كده ان المسافه بعيده عن المحافظات، سواء بقى القاهره او الاسماعيليه او المصري او بورسعيد او الغربيه. معظم الاعضاء رابطه منتخب مصر من الانديه دي، فكنت بتكلم معاهم فقال لك ان هو بعد المسافه، الاجراءات اللي بتبقى قبل الماتش، ده سبب قوي ان هم ما حضروش للماتش النهارده. طبعا التشكيل يعني خلاص يعتبر شبه رسمي خلاص يا شيما. احمد الشناوي، محمد الشناوي في حراسة المرمى. احمد المحمدي يمين، حجازي ايمن اشرف شمال، احمد حجازي وباهر المحمدي لاعب الاسماعيلي مساكين او مدافعين. قدامهم طارق حامد وعلي جزار ومحمد النني، ثلاثة سلندرات بس النني هيبقى متقدم شويه. محمد صلاح جناح يمين، وتريزيجيه جناح ايسر، ومروان محسن مهاجم وحيد. يعني ده خلاص بنسبه 100% ان شاء الله ده التشكيل الرسمي اللي هيلعب فيه النهارده اجيري في اول ماتش رسمي ليه او اول ماتش ليه مع المنتخب. ان شاء الله نتمنى ان المنتخب يقدر يحقق نتيجه ويقدر يحافظ، ان هو يعني لا قدر الله في اي حاله اي نتيجه غير الفوز هندخل نفسنا في حسابات، يعني مش هقول حسابات جرمة من الاول. صحيح. يبقى في هنقعد بقى نستنى النايجر تتغلب على ارضها وزون السجن. فاتمنى النهارده ان الفوز بتاع النهارده هو فوز مهم جدا، تحديدا احنا خسرنا الماتش الاولاني امام تونس، فلو اي نتيجه غير الفوز النهارده يعني لا قدر الله هيدخلنا في مشاكل. ان شاء الله باذن الله يكون الفوز النهارده حالفنا والحظ الكويس باذن الله. بشكرك جدا استاذ محمد مراد الصحفي، ونرجع بقى تاني نكمل معاكم اهم اخبارنا النهارده، ونروح لموقع سكاي نيوز. موقع سكاي نيوز كتب ان قائد المنتخب الاسباني سيرخيو راموس مش خايف من استقبال الجماهير الانجليزيه بعد وقعه اصابته لمحمد صلاح في نهائي دوري ابطال اوروبا قصاد ليفربول. راموس قال لوسائل الاعلام قبل مباراه فريقه النهارده قصاد اللي هي هتكون قصاد انجلترا في دوري الامم الاوروبيه، نجم ريال مدريد صرح وقال لست قلقا من تصرفاتي داخل الملعب، لم تكن ابدا بدافع الاذى، لست متعمد للايذاء. كمان سبورت 360
فقالت ان المهاجم البرازيلي نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان طلب ان هو يرجع مره ثانيه للنادي السابق برشلونه بحسب ما ذكرت صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه. الصحيفه قالت ان اللاعب الدولي البرازيلي اتكلم مع واحد من المديرين التنفيذيين الموجودين في النادي الكتالوني ان هو عايز يعرف ايه هي الحاجات المطلوبه منه عشان يقدر يرجع مره ثانيه للكامب نو خلال الشهور اللي جايه. والتقرير كمان اتكلم ان نادي برشلونه رفض رجوع نيمار وكان مبرره تصرفات والده واللي كان مستشاره لبعض الوقت. نروح بقى لموقع صحيفة أيس الأسبانية واللي كتبت ان جون تيري لاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق قرب ان هو ينتقل للدوري الروسي من بوابة نادي سبارتاك موسكو. وقال كمان او قالت كمان الصحيفة ان اللاعب خضع لفحص طبي في روما وعمل اجتماع مع مسؤولين النادي الروسي وتم الاتفاق فيه على انضمامه لصفوف النادي لمدة موسم واحد. جون تيري قال ان هو قرر ان هو يستمر في الملاعب برغم انتهاء التعاقد مع أستون فيلا. مشاهدينا دلوقتي معانا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. دلوقتي بقى جه معادنا مع فقره السوشيال ميديا ونبداها النهارده مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي نشر على تويتر صوره ليه من الارشيف الخاص لجلسه تكوين اللجنه الاولمبيه المصريه واللي عقدت في النادي الاهلي في 11 مايو سنه 1934. وكتب استاذ طارق عظمه النادي الاهلي. كمان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي نشر صوره ليه من تويتر مع نجم النادي الاهلي السابق محمد بركات واللي كان طبعا عيد ميلاده امبارح، وكتب فتحي كل سنه وانت طيب يا ملك الحركات. كمان سعد سمير مدافع الفريق كان حريص جدا ان هو يهني كابتن بركات بعيد ميلاده ونشر صوره ليهم على الانستجرام وعلق عليها وقال كل سنه وانت طيب يا عم الناس كلها ودايما في احسن صحه وحال. كمان نشر كابتن شريف اكرامي حارس من مرمى النادي الاهلي صوره ليه على الانستجرام مع حراس مرمى فريق الشباب في النادي الاهلي وكتب مع الحراس الصاعدين الواعدين اسمح لي اني اقول لكم ان الامر لن يكون سهل. كمان محمود الجزار لاعب النادي الاهلي نشر صوره ليه على الانستجرام مع اكرم توفيق وكريم ندفد من معسكر المنتخب الاولمبي في روسيا وكتب لاكرم توفيق يا كراميلا احكي اللي حصل في روسيا ولا استنى شويه؟ يا ريته كان حكى. ماشي. كمان اكرم توفيق نشر صوره ليه مع زمايله في النادي الاهلي او مع زميله بس في النادي الاهلي كريم ندفد من معسكر المنتخب وعلق عليها بكتابه ارقام تيشيرت هو وتيشيرت كريم ندفد. نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول، هنبدا مع حارس مرمى نادي الاهلي محمد الشناوي اللي نشر صورته على الانستجرام مع لعيبه المنتخب الوطني من المعسكر، والصوره دي طبعا اكيد بتبين قد ايه في روح عاليه جدا ما بين اللعيبه، بنتمنى ليهم اكيد كل التوفيق النهارده ان شاء الله باذن الله يكون الفوز هو حليفهم ويكون النهارده اللقاء ده في طريقنا للتاهل لكاس الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون. لسه بقى مكملين مع المنتخب الوطني وكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكره كتب على تويتر اتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده قصاد منتخب النيجر والتوفيق للجهاز الفني الجديد واللعيبه وتحقيق الفوز في اولى المباريات الرسميه. نروح لصفحه نادي العين الاماراتي على تويتر واللي اتمنت التوفيق للاعب الفريق الاماراتي حسين الشحات مع منتخب مصر النهارده في مباراه النيجر وكتبت كل التوفيق لحسين الشحات مع منتخب بلاده في مباراه النهارده امام النيجر ضمن مرحله المجموعات من تصفيات كاس امم افريقيا 2019. عالميا بقى كتبت الصفحه الرسميه لبطوله دوري ابطال اوروبا على تويتر بدا العد التنازلي 10 ايام على انطلاق البطوله وطرحت سؤال للجمهور من هو لاعبك المفضل ممن ارتدوا القميص رقم 10 على مدار تاريخ البطوله. كمان نشرت صفحه ليفربول على تويتر صوره للعيبه الفريق عشان يشيروا طبعا لعوده الدوري الانجليزي بعد فتره التوقف الدولي وكتبت الاسبوع القادم البريمير ليج يعود من جديد. كمان صفحة نادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر نشرت مجموعة لصور استاد رسمي للفريق أليانز ستاديوم احتفالا بذكرى افتتاحه رسميا من 7 سنين وكتبت 7 سنين لا تنسى إليكم بعض هذه اللحظات في ملعبنا. نروح لصفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر اللي سلطت الضوء على مشاركة ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ونبيل كيتا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ونشرت صورة للثلاثي مع منتخبات مصر والسنغال وغينيا وكتبت ثلاثي ليفربول ضمن النجوم الأفارقة اللي بيشاركوا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
النجم الالماني غوندوغان فعمل تويته على تويتر بعد ما تعادل منتخب بلاده مع فرنسا سلبيا في اول مباراه في دوري الامم الاوروبيه. بدايه جيده بمباراه دوري الامم الاوروبيه، شكرا على دعمكم في ميونخ. كمان نشرت صفحة بلاتشير فوتبول على الفيسبوك صورة للبرازيلي نيمار من مباراة البرازيلي الودية مع أمريكا النهاردة، وأشارت في الصورة أن نيمار أحرز 58 هدف مع البرازيل في 91 مباراة، وكتبت في عمر 26 نيمار يواصل حصد الأرقام. كمان البلجيكي أيرن هازارد نشر على إنستغرام صورة لي مع زمايله في المنتخب وعلق عليها وقال أيام قليلة مع العيلة. واخيرا مع الالماني لروي ساني لاعب مانشستر سيتي الانجليزي احتفل على صفحته على تويتر بميلاد بنته وكتب يسعدني ان اخبركم ان ابنتي ولدت الليله الماضيه، الام والطفله بخير. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ صبحي عبد السلام نائب رئيس تحرير جريده الكوره والملاعب. مساء الفل على حضرتك، منورنا. مساء الفل عليك وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. اهلا شيماء. طبعا عايزين النهارده نتكلم عن حاجات كتير قوي، منها اكيد لقاء مصر والنيجر واهميه اللقاء ده اللي ان شاء الله يقام كمان ساعات يمكن كمان ساعتين على ملعب برج العرب. طبعا هو ما فيش شك انه اللقاء بيحمل اهميه مضاعفه عن مباراة المنتخب السابق. صحيح. ليه مضاعفة؟ لأنه عندنا أهم حدث فيها ووجود المكسيكي أجيري على رأس القيادة الفنية خلفا لهكتور كوبر. فإحنا كلنا منتظرين قراءات هذا الرجل، هل هيمشي على نفس الخط ولا له خط جديد؟ هو أثبت من البداية أنه عنده فكر مختلف شوية بمجموعة اللاعبين البدلاء اللي ضمهم، ولكن برضو على أنه مازال بيراهن على أوراق كوبر بشكل كبير. يعني التغييرات النهاردة اللي هتكون في التشكيلة في أضيق الحدود. صحيح. معظم اللاعبين اللي كانوا بيمثلوا القوام الكامل لمنتخب مصر باستثناء ربما التغيير يبقى في مركز الجناح الأيمن وحد في قلب الدفاع ولا حاجة، لكن باقي التشكيلة أعتقد أنها هتكون موجودة. يعني حتى لو لعب مروان محسن في مروان قديم مع كوبر، لو لعب صلاح محسن هو كان موجود في الصورة ما شاركش لكن ربما يكون أحد الرهانات الجديدة بتاعته النهاردة، وأنا أتصور أن مروان هو اللي هيكون النهاردة موجود، صلاح محسن مش مروان آسف. فأنا بقول لك التشكيلة النهاردة إحنا مش هنجتهد فيها، كلنا تقريبا كله في الشارع المصري عارف مين اللي هيمثل مصر قبل كوبر وبعد كوبر، التغييرات قليلة دلوقتي، لكن خلي بالك التغييرات هتبقى شاملة وكبيرة الفترة اللي جاية، يعني مش ده القوام الأساسي اللي هعتمد عليه طول المشوار. لما يروح كاس امم افريقيا ويروح تصفيات كاس عالم اللي جايه والبتاع، هتلاقي اوراق كتير وعناصر ما كانش عندها فرص موجوده في حسابات الجيري وهاني رمزي. اما عن هذه تتوقعش ان النهارده ان شاء الله التشكيله تكون مختلفه كتير عن هيكتور كوبر؟ لا هتختلف بنسبه مثلا 30% الاضافات عليه، مش اكتر يعني مش كده، اصل عدم وجود احمد فتحي يعني من عبد الله السعيد. ما انا بقول لحضرتك اهو اللي بيعتمد عليه هيكتور كوبر. انا مش بتكلم على المستوى، انا بتكلم على انما عبد الله السعيد هو غايب من فتره. كاس عالم عبد الله السعيد حتى كان غايب ومغيب عن المستوى. صحيح. هو خساره. صحيح. خساره انه بعيد عن المستوى. لانه لو موجود هيفرق كتير جدا. فتحت صلاح في مشكله لان اللاعب اللي هيلعب النهارده ما فيش التفاهم الكامل بينه وبين صلاح، عدد الحصص التدريبيه اللي تمت مش هتكفي علشان تعوض. صحيح. الفكر اللي كان موجود بين صلاح وعبد الله السعيد. فدي مشكله. في الباك رايت اعتقد انه ممكن يدفع باحمد المحمدي كبديل لاحمد فتحي، وبرده غياب احمد احد المفاجات على فكره. صحيح. هو اللاعب الجوكر اللي عندنا في المنتخب، هو مجموعه كبيره من اللاعبين، بس حقيقي يعني حان الوقت للتغيير. هو جوكر وادى، واحمد فتحي واحد من الناس اللي ادوا مستويات رائعه على مدار 20 سنه في كره القدم المصريه. بس هل التغيير ده كان المفروض يحصل في مباراه مهمه جدا زي مباراه النهارده؟ لا، هو كان المفروض يحصل قبل ما نروح كاس عالم. خلي بالك. صحيح. التغيير كان في الفتره اللي بتجهزي فيها لكاس عالم المفروض. ليه؟ لان كنت عايز اروح روسيا بفكر مختلف، لانه الناس هنا زهقت من الطريقه الدفاعيه البحته اللي كان بيلعب كوبر بيها. وانا بقول اهو انه كوبر قدم عليه. يعني ما وصل اليه كوبر من المنافسه على كاس افريقيا، كان دايما بيتكلم ان السبب في ده هي دي امكانيات اللعيبه اللي معايا وهي دي الامكانيات اللي عندي وده انا بلعب في متاح عندي. وانا بتفق معاه، هو فعلا دي القماشه الموجوده عنده، واعتقد انه بعد المستويات اللي ظهرت في روسيا اكد لنا انه كوبر كان على حق. لكن هو ما اداش نفسه فرصه كبيره قبل كاس عالم انه يغير، انه يجدد دم، انه يعمل شغل جديد. لانه انا دايما بقول انه في كاس امم افريقيا انت مطالب باللقب مش كده، لكن في كاس العالم انت مش مطالب باللقب، فعندك اريحيه. جرب بقى وسيب بصمه كويسه عن كره القدم المصريه هناك. لكن للاسف احنا سيبنا بصمه سيئه جدا، بننتظر اربع سنوات بفارغ الصبر عشان يجي مدرب جديد ويحط لنا بصمه جديده، اتمنى انها تكون مختلفه. اعتقد ان النهارده بدايه.
وقد تكون نهايه. عارف فيلم بدايه ونهايه؟ صحيح. الله اعلم. النهارده لو حقق عرض جيد ونتيجه كبيره وفاز على النيجر اللي بحذر منه 1000 مره، خصوصا ان هو نفس المنتخب اللي اقصى منتخب مصر من 2012. صحيح. ده بعد ايه؟ بعد ما كنت بطله 2006 2008 2010. جاء طاح بيكي من 2012، هذا المنتخب الهزيل هو منتخب هزيل قياسا بفارق المستويات بين مصر وبين النيجر. لا طبعا كفه منتخب مصر ترجح جامد جدا، لكن خريطه الكوره وموازينها بتختلف. اكيد النيجر ما بقاش النيجر، اثيوبيا مش هي اثيوبيا القديمه حقيقي. كل دول عندهم طموحات مشروعه وعندهم حظوظ ان هم يلعبوا ويتاهلوا. النهارده هو بيلعب بقى بالاريحيه اللي انا اتكلمت بيها على منتخب مصر في كاس عالم. هو مش مطالب يتاهل. يمكن ده كمان اللي حاسه الجمهور، عشان كده ما كانش فيه توافد جماهير كبيره على الملعب لحد دلوقتي. لا ما اعتقدش الاحساس على قد ما هو حاله من الزعل والحزن على المستويات اللي اتقدمت في كاس عالم، لانه احنا شعب كان سقف طموحاتنا كاس عالم. احنا شبعنا كاس امم افريقيا مش كده؟ عندنا 7 بطولات، هو رقم قياسي من الصعب على اي دوله توصل له بعد 50 سنه من دلوقتي. اذا ايه اللي كنا بنتمناه؟ احنا نلعب مع الكبار. احنا زهقنا من القاب افريقيه زي النادي الاهلي، شبع القاب افريقيه، مش هضيف كتير قوي، لكن جماهيره ممكن تحلم بكاس عالم، بالمنافسه على كاس عالم انديه. ده اللي احنا بنبص له مع منتخب مصر. حاله الزعل دي اثرت على الناس، خلت الاقبال النهارده على المباراه مش هقول ضعيف جدا، لكن هقول غير متناسب مع فريق خسر المباراه الاولى امام منتخب تونس وما عندوش خيار غير الفوز. النهارده منتخب مصر اي نتيجه غير الفوز شكرا. صحيح. هتبقى مشكله كبيره، لذلك بقول لك ممكن مشكله كبيره للاطراف كتير جدا. هرجع تاني البدايه والنهايه، اما انها تكون بدايه رائعه لاجير المكسيكي مع جهازه المعاون ومجموعه اللاعبين، اما تكون نهايه سريعه جدا لو لا قدر الله حصل خساره. وعايزين نحط في حساباتنا كل الحسابات موجوده. يعني كره القدم زي ما قلت لك اختلفت فكرتها. صحيح. عند الافارقه زمان كنت ممكن تيجي النيجر دي تكسبها 18 مثلا. لا خلاص، هم دلوقتي اتعلموا كوره وبيلعبوا كوره وعندهم اسماء محترفه في كتير من الدوريات الخارجيه، يعني احنا مش احسن منهم كتير. انا مش بتكلم بس على النيجر، على كل فرق افريقيا اللي انت علمتيهم كوره. صحيح. هم اتعلموا بقوا ند دلوقتي. فاتمنى ان منتخبنا النهارده يبقى عنده حذر كبير. اتمنى ان المباراه ما تكونش مجرد ترحيب بمدرب جديد. لا ده مباراه غايه في الاهميه، لان انا خسران من نسور قرطاج في المباراه الاولى. اي نتيجه تانية هتاكد ان مسلسل النهارده اجيريا اما هيقدم اوراق اعتماده، ما انا بقول لك كده نهائي اخرى، يدينا اوراق اعتماد ويسلمنا العقد بتاعه. صحيح. غير كده مش هنقبل، ما اعتقدش ده جماهير الكره المصريه ولا حتى اعلام ولا بتاع. طبعا هو كان عليه علامات استفهام كبيره جدا عشان تعين كمدير. بص هو في الحته دي اتحاد كره اتفق معاكي، يعني هو تقريبا تحدى الكل. صحيح. بالتعاقد مع اجير، انا قلت اول ما الراجل وقع العقد لا خلاص احنا مع المدرب ومع اتحاد كره القدم. لكن احنا اول ما هنحاسب كره القدم لو حصل اخفاق لا قدر الله، او حصل تجديد لازمه الراجل مع الدوري الاسباني، لو ثبت انه مدان وخد ايقاف او عقوبه من الاتحاد الاوروبي، مشكله كبيره جدا. اتصور هتبقى مشكله كبيره جدا. هنا المشكله هيتحمل عواقبها اتحاد كره القدم برئاسه انا بريد، مش حد تاني. لان احنا حذرنا، عملنا رنينا اجراس الخطر كتير، وقلنا هو اصر انه يتعاقد معاه. صحيح. حتى في مجموعه كبيره من داخل الاتحاد كانوا معارضين، لا ده هددوا باستقاله. صحيح. يعني انا اول مره اشوف خالد لطيف بهذه الشجاعه. خالد لطيف بعد دورتين ثلاثه في اتحاد كره القدم خرج وقال لا وانا هستقيل وهمشي. حازم امام كان معارض بشكل كبير، برغم انه كان في الوش بيتقال ان هو اللي بيختار، لا حازم عند التصويت ما كانش موجود في الجلسه. عدد كبير من جوه الاتحاد كان رافض اجيري، لكن خلاص خلينا نقفل صفحه اجيري جاي ولا مش جاي، لانه دلوقتي هو امر واقع موجود. صحيح. فلذلك بنقول لاتحاد كره القدم تاني، الفوز او الحل التاني. كان في منشط من يومين كده بيقول اجيري يواجه كوبر امام النايجر، قصدهم طبعا مواجهه الطريقه الدفاعيه بتاعه كوبر للطريقه ان شاء الله هتكون هجوميه، او بنامل انها تكون هجوميه. لا هو مدرب عنده فكر هجوم، مدرب عنده فكر هجوم. والغريب بقى في كوبر تاني برضو، لانه الراجل بعد ما مشي من عندنا اطلق نكته جامده جدا. هو راح درب منتخب اوزبكستان. اوزبكستان من الرئاسه اللي بتلعب كره حلوه على الارض، لكن طموحاته محدوده. وفي اول مباراه يضرب المنتخب القطري بالسته. طب انت كانت فين الستات دي يا عم وانت معانا؟ يعني احنا كنا هنا تقريبا بنشحت جول معاك في كل مباراه. راح غير فكره بسرعه مع اوزبكستان. اتمنى انه الراجل ده يستوعب الدرس. احنا شعب بنحب الكوره وشعب بنفهم كوره، عندنا 80 مليون ناقد رياضي تقريبا. فهو لازم يحط ده في حساباته. تغيير هكتور كوبر لفكره وطريقته ده كان بسبب ايه؟ ان هو مثلا عنده امكانيات هناك افضل من الامكانيات اللي كانت موجوده هنا، عنده هناك لعيبه ليها امكانيات مختلفه. لا. عن منتخبنا. لا. الوطني لا. الاول لا الطموحات، سقف الطموحات في اوزبكستان بيختلف كتير عن سقف الطموحات في مصر. اوزبكستان لما وصلتش كاس العالم مفيش مشكله، اوزبكستان لحد النهارده ما حصلتش على لقب واحد في بطوله امم اسيا. مش كده؟ يعني منتخب طموحاته قليله. فهو بيشتغل تحت ضغط اقل من اللي كان بيشتغل مع منتخب مصر. احنا هنا عايزين نفوز بكاس العالم مش نوصل. احنا طموحاتنا هنا المنافسه على كاس العالم. صحيح. طموحات البعض مش طموحاتنا الرسميه، المنافسه على كاس العالم
وعدم التنازل عن لقب كاس امم افريقيا. اي نتيجه غير دي بتحط اي مدرب على المحك سواء كوبر او غير كوبر. لذلك هو الراجل كان عقلاني جدا في التعامل مع المباريات وفي القماشه الموجوده عنده، وتعامل بحساسيه وبحساب شديد جدا. فكانت عنده اولا يامن نفسه من الخساره، ثم ياتي فكره التفكير في المكسب وخطف هدف عن طريق باسل صلاح. فدي صحيح. كانت فكرته الوحيده. صحيح. طيب خليني اسالك برضو، لو احنا جينا نقيم هيكتور كوبر، يعني وانا عارفه ان الكلام ده خلاص بقى عدى عليه وقت كبير قوي، بس مهم نقدر نقول ان هيكتور كوبر ده فاد الكره المصريه ولا اضر بيها؟ انا ما اقدرش اقول ان هو اضر بيها، بالعكس احنا وصلنا معاه لكاس عالم بعد سنين، 28 سنه ما شفناهاش. فما تقدرش حتى تحكم عليه تقول ده كان كويس ولا كان وحش. لا انا اقدر احكم، انا اقدر اقول لك ان كوبر كان 10 على 10 لحد صافره مباراه مصر والكونغو اللي فزنا بيها بركلة جزاء محمد صلاح. لحد هنا هكتور كوبان كان حقق مشروعه مع منتخب مصر، وهو التأهل لكأس أمم أفريقيا اللي نافس عليه وصل فيه المباراة النهائية، والوصول لكأس العالم. عند نقطة الوصول لكأس العالم كان مفروض نقطة من أول السطر، مدرب جديد يحمل فكر جديد، وكانت عندنا الفرصة 5-6 شهور وعندنا أكتر من 5-6 مباريات ودية أعيد صياغة منتخب مصر بسرعة بما يتوافق مع طموحاتنا وأحلامنا في البطولة. أنا خلاص أقول لحضرتك على حاجة. لا هقول لك الأول قبل ما تعرضين المنتخب. قبل ما تعرضين قبل ما تعرضين معظم فرق العالم الكبيرة بتغير قبل ما تروح كأس العالم. بس أنا هقول لحضرتك على حاجة بقى، يعني قبل ما يعني كنت موجود أنا مع المنتخب في أمم أفريقيا، وكنت سامعة كمان الناس هنا قبل ما أسافر أمم أفريقيا اللي فاتت اللي كانت في الجابون، أصلا إحنا ما كانش عندنا الطموحات إن إحنا ننافس على اللقب. ما أنا عشان كده قلت شابو كوبر، أنا قلت هو عمل اللي عليه، أنا قلت لحد التأهل لكأس العالم شكرا، أنجزت المهمة، أنت حتى في ورقك كان مطالب بإنه يوصل كأس أمم ويتأهل لكأس العالم. عند ما حققها أنا بقول اتحاد كرة القدم كان قال له شكرا وعمل له حفل رائع جدا، وأجيب عقلية بقى مختلفة تقدم لي الكورة اللي أنا عايز كمصر أو اتحاد مصري أو منتخب مصري أقدمها للناس هناك في روسيا. أنا عايز، أنت حيث تضع نفسك، أنت عايز تروح تبقى فين في كأس العالم؟ عايز تروح تنافس تسيب بصمة ولا عايز تشارك مجرد مشاركة؟ للأسف ما تم في روسيا كان مجرد مشاركة لمنتخب مصر. صحيح. احنا مش بعد 66 سنة من المشاركة في كأس العالم رايح أأكد إن أنا منتخب قادر، احنا وصلنا سنة 30. يعني احنا وصلنا في النسخة الثانية ولا بتاع لكأس العالم. فكان الطبيعي إن منتخب مصر ياخد نفس عميق ويبتدي يغير شوية، يعمل شوية تغييرات، يأكد استبعاد بعض اللاعبين اللي كانوا لا يستحقون الانضمام للمنتخب سواء المحليين أو الدوليين منهم. وأسف الناس ما تزعلش مني، احنا سافرنا تقريبا بدون مهاجم. يعني انت مسافره. صحيح. بحد مروان محسن مع كامل الاحترام ليه من النادي الاهلي، ما بيلعبش في النادي الاهلي وحتى قبل الاصابه. يعني مروان مهاجم جيد لكن مش هو اللي يحمل طموحات 100 مليون مصري على اكتافه. لا انت ما جهزتش ده في 3 سنين، يبقى انت لا تستحق ان تروح كاس عالم. انا بقول انك اوراقك المهمه محمد صلاح ما جاش في مخيلتك في لحظه انه ممكن يغيب عشان الاصابه. ربنا اداك درس في الاخر براموس الجدع ده الشهم في مباراه دوري ابطال اوروبا، وقع لك محمد صلاح، ارتبكت المشهد، ارتبك امام كوبر ورفاقه. عبد الله السعيد انت بتراهن على عبد الله السعيد طول الوقت، وقع منك في الطريق عبد الله السعيد، وقع مع منتخب مصر. يعني الحسابات دي كوبر للاسف برغم انه اجاد لكن ما عملش حسابها. صحيح. وللاسف احنا كلنا كنا متخيلين بس مع المجموعه، اول ما سمعنا احنا واعيين مع مين في القرعه انت مش فاهم. وطلعنا الشارع وفرحنا، انا واحد من الناس اخذنا مثلا المركز الثاني في انا واحد من الناس قلت لو ادوني ورق وقلم اثناء القرعه وحط الفرق اللي انت بتتمنى منتخب مصر يكون موجود معاها، ما كنتش هتمنى ان انا اختارها بالروعه والجمال ده. على فكره المجموعه سهله، يعني المجموعه ما هياش صعبه قياسا بمستويات فرق تانية، يمكن زي الدنمارك زي روسيا زي فرنسا زي اسبانيا حتى اللي خرج، زي البرازيل زي الارجنتين، كان هيجي لنا حاله استيريا مع الفرق دي. صحيح. انت لكن قياسا بالفرق التانية لكن برضو ده ما كانش يقلل من الفرق اللي احنا كنا معاها سواء روسيا، او روسيا دي اثبتت ان قد ايه عندها معدل لياقه بدني فوق الوصف. بص هو مفروض اي مدرب في العالم قراءته بتتوقف على حاجه مهمه قوي، انا لما بقع مع فريق مرشح ومصنف ما خافش قوي، لكن لما اقع مع فريق بيدور معايا على بطاقه التاهل لازم اعمل له 1000 حساب، لانه احلامه مشروعه زي ما انا كمان احلامي مشروعه، وشايفه ضعيف هو كمان شايفني ضعيف واحلامه مشروعه في انه يخبطني. لذلك اتضربنا في مرتين في منتهى السهوله، شكلنا كان سيء جدا. ليه؟ لان احنا ما عملناش حسابنا في انه لازم يكون في احترام كامل وتركيز كامل. حتى مستوى المباريات الوديه كان لازم اختار فرق شبه قوي المنتخبات اللي بلعب معاها في روسيا. المستوى كان بعيد شويه، يعني انا بلعب مع السعوديه بروح اعمل ماتش مع بلجيكا، بلعب مع روسيا بروح اعمل ماتش مع الكويت. يعني انا اقصد اقول ايه، القراءه كامله، المشهد كامل بعد كاس عالم بعد التاهل
ما كانش كامل في ذهن كوبر ورفاقه. طيب اجيري كمان تعرض لانتقادات كتير جدا في الفتره اللي فاتت بسبب طبعا اختياراته سواء المحليه او اختيارات المحترفين. اختيارات المحترفين هو تقريبا لم كل المحترفين اللي موجودين. حلوه لم دي. يعني مين المحترفين اللي عندنا؟ في عندنا 20 هاتوهم. بالنسبه بقى لاختياراته المحليه كان عليها بعض علامات الاستفهام. شفت اختياراته المحليه في البدايه ازاي؟ بصي هو احنا هو الراجل ما عندوش وقت. الراجل لسه لحد النهارده ما حفظتش اسماء اللعيبه بتاع معاه في الفريق. احنا ممكن نقول من الاخر ان الاختيارات دي اختيارات هنيه مؤقته. اختبارات مرحله. يعني هو من المهم انه يقف على مستوى اللاعبين اللي اختاروا ايا كانت اسمائهم. على فكره انا مع التغيير وانا مؤيد انضمام عدد كبير من اللعيبه اللي دخل زي احمد جمعه زي محمد حمدي. في لاعبين هيكونوا اضافه كبيره زي لاعب العين الاماراتي حسين الشحات برضه لعيب مهم. لكن هيبقى من الصعب دلوقتي انك تغير الهرموني بتاع منتخب مصر عشان ادفع بيهم محتاج فتره من الوقت. النهارده كان المدرب له تصريح ذكي بيقول لك انا في الشوط الثاني ممكن ادي فرص للاعبين الجداد ما اقدرش اغامر وراهن عليهم من البدايه. لكن مع الوقت لازم يبقى في سلسله من المباريات الوديه ومباريات التصفيات ادخل فيهم العناصر دي عنصر عنصر. فلذلك مش هحكم قوي على اختياراته وهي مش اختياراته قوي لان الراجل لسه جديد حتى على الدوري المصري. معاه هاني رمزي ومعاه احمد ناجي اعتقد ان هم اصحاب اليد الطوله في مساله الاختيار. خلينا نعدي المباراه وبعدها نقدر نحكم بناء على عدد او دقائق مشاركته في المباريات. خلي بالك هو مع عدد كبير من اللاعبين الجداد لكن مش هيدفع بيه. صحيح. هو برضه هيعتمد على القوام الاساسي بتاع المنتخب القديم. يمكن كان المعسكر ده تعرض. فخلينا كسب النهارده هنقول له شكرا خسر كلنا هنقطعه. اتفضلي. صحيح. طيب مين اللي شايفه برضه عايز اسالك حسيت ان هو اتظلم ان هو ما انضمش لقائمه المنتخب؟ والله احنا ما عندناش اللعيب العبقري اللي ممكن يوصلنا لدرجه نقول يا خساره وحرام وما عندناش. لا يعني بعد ألم كأس العالم لازم نكون بنتكلم بشكل منطقي وفين على أرض صلبة. إحنا تقريبا المستويات عندنا متقاربة. لاعب الأهلي والزمالك وبيراميدز وغيرهم كلهم مستوياتهم متقاربة. بالعكس في لاعبين من بره الأهلي والزمالك مستواهم يفوق لاعب الأهلي والزمالك. لكن منتخب مصر في الفترة دي التغيير هيكون قليل. لكن في الفترة اللي جاية بعد مباراة النجاح أتصور إنها تكون الفرصة موجودة يبقى عنده فرصة إنه يختار. أنا لو سألتك نفس السؤال أقول لك مين اتظلم مش هتعرفي مين اتظلم باستثناء لعيب زي أوباما بتاع الزمالك. لعيب مقدم مستويات رائعة جدا أنا كنت أتصور إنه هيكون موجود في تشكيلة المنتخب. غير كده هتتعبي نفسك عشان تدوري على لعيب يستحق الانضمام دلوقتي. طيب سريعا كده نروح نشوف تفاعل الجمهور. احنا من امبارح النهارده حطينا سؤال للجمهور توقعاتكم ايه لمباراه مصر والنيجر. نشوف الجمهور قال لنا ايه وهنبتدي مع الفيسبوك بيج الخاصه بقناه الاهلي تي في. اسلام الشرقاوي بيقول اتوقع فوز مصر على النيجر 2-0. يوسف احمد بيقول 4-0 بس يلعب بطريقه هجوميه. عبده بيقول 2-0. محمد صلاح وصلاح محسن. احمد اسماعيل بيقول اتوقع فوز منتخب مصر 2-0 ان شاء الله صلاح وتريزيجيه. عبد الرحمن ايمن بيقول 2-0 والاثنين اللي هيجيبهم صلاح. احمد عزت بيقول اتوقع فوز مصر 2-0 وان شاء الله صلاح محسن ومحمد صلاح هم اللي يحرزوا الاهداف. محمد مصطفى بيقول 3-0 لمنتخبنا صلاح ورمضان وتريزيجيه. محمد بيقول 2-0 ان شاء الله. رضوى كمان بتقول 2-0 لمصر صلاح محسن ومحمد صلاح. محمود محمد بيقول 2-0 ابو مكه وتريزيجيه. علي بيقول 4-0 بس قولوا يا رب. اسراء بتقول 3-0 لمنتخبنا. حازم سمير بيقول فوز مصر على النيجر. مصطفى طنطاوي بيقول 3-0 ان شاء الله مو صلاح وصلاح محسن وتريزيجيه. اسلام محمد بيقول الطبيعي اننا نكسب بس يا ريت الاداء يبقى احسن من قبل كده. كمان على تويتر رحمه قالت لنا تعادل اتمنى صلاح محسن يسجل. احمد عماد بيقول فوز مصر. عنتر بيقول 3-0 صلاح محسن ومحمد صلاح ويا رب تقري الرساله اديني قريتها اهو يا عنتر. محمد احمد بيقول مصر تكسب 2-0. موكا بيقول نكسب 1-0. محمود يوسف بيقول 3-0 ان شاء الله. نجاح ناصر بيقول 2-0 منتخب مصر. ابن خالد بيقول 15 لمصر وكلهم صلاح. هو شايف كده. زياد الخولي بيقول 3-1 لمصر فوز صعب لمصر 2-1. عبد الرحمن محمد محمود بيقول فوز مصر. محمد صلاح وصلاح محسن. انور صالح بيقول اللعب الجماعي ان شاء الله نفوز 3 مو صلاح هو اللي يجيبهم. حسن بيقول 3-0 لمصر صلاح تريزيجيه صلاح محسن.
سيد علي بيقول مصر تكسب ان شاء الله 4-0، صلاح محسن هيسجل والمو هيسجل وتريزيجيه. مصطفى محمد بيقول فوز مصر 3-0، صلاح محسن، محمد صلاح ومروان محسن. مدانا بتقول 1-1 ان شاء الله تعادل، احنا لازم نصبر على المدرب مش هنقيمه من اول مباراه برغم اختلافنا معاه في الاختيارات. عمرو الشراكي بيقول مصر تفوز بجولتين او بجولين مو صلاح وصلاح محسن. احمد سيد بيقول هتكون مباراه من طرف واحد، المنتخب المصري هيحسم اللقاء 4-0 وتسجيل لاعبنا صلاح محسن لهدف منهم. على انستغرام عمرو محمد بيقول 2-0 لمصر، محمود خليل بيقول 2-1 لمصر، محمود ابو سيف بيقول 3-0 لمصر، حسام خليفه بيقول مصر تكسب 2-0 صلاح محسن، محمد صبري بيقول 3-1 لمصر، ومحمد بدر بيقول هاتريك، كريم صفا بيقول 3-0 لمصر، اسماعيل او احمد اسماعيل بيقول 2-0. دي كانت بعض الاجابات اللي جات لنا النهارده على السوشيال ميديا الخاصه بقناه النادي الاهلي اهلي تي في. طبعا تقدروا تشاركونا دايما على صفحات الخاصة بقناة الأهلي وكمان على هاشتاج البرنامج كلام أندرسكور في أندرسكور الميديا. ونرجع بقى مرة تانية لحضرتك. طبعا كنا بنتكلم عن الإقبال الجماهيري وكان رد حضرتك إن الناس بقى يعني جالها زي خلاص إحباط. خلينا اقول بس على النتائج اللي فيها نتائج جميله قوي. يعني حد توقع 15-0 يعني مش عارف وفاهم انها مباراه كره يد، وحد تاني 2 من نايجر تقريبا بتوقع ان النتيجه تخلص 1-1 او 0-0. ما اعتقدش ان في مصري بيتمنى النهارده المباراه تخلص بغير ما انا بقول دول من نايجر ولا مش فاهم يعني. الملحوظه الثالثه اللي كل الناس تقريبا بترشح تريزيجيه للتسجيل، انا اتمنى لان تريزيجيه قيمته الكبيره ومشواره مع منتخب مصر صحيح. لحد النهارده ما سجلش جول واحد. ما ينفعش تريزيجيه لازم يتطور اداؤه. هو كويس جدا في الدوري التركي ماشي، لكن ناقصه قوي الحته دي مع منتخب مصر. لا وانا بقول ان ده توظيف مدرب، خلي بالك مش هحمله هو مسؤوليته الكامله. لكن هو الطبيعي ان يكون تريزيجيه واحد دلوقتي من هدافين منتخب مصر. لكن رصيده صفر لا صعبه. حضرتك قلت لي ان الاقبال الجماهيري القليل ده سببه الاحباط اللي اتصاب بيه بقى الشعب المصري اثناء طبعا مشاركه منتخبنا الوطني الاول في كاس العالم 2018. هل المنتخب مش محتاج اللي هو يكون موجود جنبه الجمهور دلوقتي يأزره ويسنده؟ لا ده في اشد الحاجه ليه. يعني النهارده المنتخب بيمر بمرحله مرضيه صحيح. يعني محتاج علاج، وعلاج منتخبنا الوطني بيحتاج تكاتف من الجميع، جماهير كواحد من اهم عناصر اللعبه، اعلام كواحد من اهم عناصر اللعبه لازم يكونوا في ظهر المنتخب صحيح. لكن احنا بنوصف الحاله، مش بقول الناس ما تروحش، انا بتمنى الملعب يبقى مليان على الاخر، لكن احنا بنقول ان الناس ما راحتش. اولا زي ما قلت لك حاله الاحباط اللي سيطرت على الشارع المصري، ها انت عارفه في كاس العالم كان بالكره من رجل صلاح يمين، الشعب كله بيروح يمين، شمال بيروح شمال. احنا شعب بنحب جدا كره القدم وبنحب الفوز لمنتخب بلدنا، لكن المشهد اللي خرج السيناريو اللي خرج عليه منتخبنا كان صعب. نمره 2 ربما البعض يرى ان النيجر منافس سهل فمش فارق معاه قوي انه يروح يأزر لا صعب. 3 احنا متعودين ان احنا نكون موجودين على منصه تتويج بطوله امم افريقيا. الشعب المصري اتعود يلتف قوي عند البطوله الام، عند النهائيات. مرحله التصفيات يمكن بتكون غايبه شويه على الاذهان. ده لازم يتحط في اعتبار الجهاز الفني والمنتخب، بمعنى انه النهارده اذا الناس اتخلت عنينا في المدرجات لازم اقدم لهم مصالحه النهارده. لازم اقول لهم صالحوا جماهيركم. حتى صحيح. لو الجماهير زعلانه وغضبانه وما راحتش، انا اللي عليا الدور دلوقتي اصالح جماهير، خصوصا صحيح. انك بتلعب مع النيجر يعني مش بتواجه فريق قوي ولا فريق عنده تاريخ عريض يعني. النهارده انت مطالب في كل الاحوال سواء بحضور جمهور او حتى من غير حضور جمهور انك تكسب 3-4 زي الناس دي ما تتوقع. صحيح. هنتكلم برضو عن ازمه محمد صلاح، وهنتكلم طبعا النهارده المحمدي هو اللي معاه شاره الكابتن، وكان في طبعا نيه الاول ان محمد صلاح هو اللي يكون. انا موضوع شاره الكابتن دي عامله لي خانقه يعني. هل بلد فيها لاعب بقيمه محمد صلاح ما يبقاش كابتن منتخب مصر؟ انا مش عارف. انتوا بتهزروا؟ مع احترامي الكامل للاعبين. نتكلم في الموضوع ده بس بعد ما نروح لاستاذ. طيب بس نتكلم فيه. محمود صبري رئيس القسم الرياضي في الاهرام، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير تبشرين معاهم، مساء الخير تصبح على السلامه اخويا وحبيبي. حبيبي يا حوده ربنا يبارك فيك. منورنا. الله يخلي حضرتك. في البدايه كده عايزين طبعا نعرف حضرتك رايك ايه او شايف لقاء النهارده منتخبنا الوطني الاول مع النايجر ازاي في تصفيات الامم الافريقيه؟ طبعا المباراه يعني مباراه مهمه جدا، مباراه النايجر النهارده ده شكل جديد بقى مع الخلطه المكسيكيه زي ما احنا بنقول. واتمنى يكون في ظهور. طبعا من الصعب جدا ان احنا نبدي حكم مستعجل على
المدير الفني، لسه المدير الفني مستغرب بيكتشف يشوف لعيب هو راجل ما لعبش حتى مباراه وديه يعني حتى يعني يضع يشوف الفريق اتفرج عليه، لكن مش عاوزين نصدر احكام مسبقه على شيء لان العمليه بتحتاج وقت، مدرب اي حد ياخد وقت عشان يشوف الفرقه ويقف عليها ان شاء الله. اكيد. طيب من اهم بقى المنشطات الخاصه بصفحه الرياضه ان شاء الله في عدد بكره، حضرتك ممكن تقول لنا ايه اللي هيتقال في طبعه بكره باذن الله؟ من هذا جمعيه مصر تتلقب لقاء مشهور قرطاج وسوازيلاند في تحديد لعبه الحسابات، احنا عارفين تونس والسودان معنا في المجموعه العشره، واديري بطل بغلط مباراه النيجر ويوجه تحذير شديد لجميع اللعيبه. معنا كمان في النادي الاهلي، الاهلي يضع اللمسات الاخيره للائحه بتاعته خلاص، يمكن النهارده اخر ساعات اخر يعني جوله لمجلس الاداره في فرع الشيخ زايد، ويسير الى غينيا بنقاط الاهليه وكوناكري على طائره خاصه. جروس غاضب جدا من هزيمه كمان فريق سيراميكا ومجبولي على مبدا انه على رادار فريق سموحه. الاسماعيلي بيقول انه ديونه 1.5 مليون دولار مديونات سواء اللاعبين المحترفين اللي مشوا او بشكل غير صالح ده. والمصري بيستعد للقاء النجوم واصابه احمد جمعه. هذا هذه ابرز يمكن العناوين اللي عندنا موجوده في الصفحه الرياضيه بكره ان شاء الله. حلوه حلوه التسريبات دي يا صبري. اتفضلي. طب واتمنى برضو طبعا يكون ما بين بقى المانشيتات بتاعه بكره الخلطه المكسيكيه بتسعد الجماهير المصريه. طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون فيها تغيير شامل للموضوع المنتخب، وهيبقى فيها يعني اقدم عرض كويس للمنتخب ويعود ان شاء الله واستعيد الثقه لجماهيره، ده الهدف. ونتمنى ان كره القدم المصريه تعود يعني الى فريق الرياضه يا رب ان شاء الله. طب بالنسبه للنادي الاهلي عايزين نتكلم مع حضرتك عن نشاط مجلس الاداره بالنسبه طبعا لمشروع اللائحه. عاوز اقول لحضرتك ان شيء جديد على الانديه الرياضيه ما اقدم عليه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. انا اللي احنا متعارف عليه على مدار السنوات الماضيه انه دائما لما تبقى في لائحه كان بيقتصر مبدأها على الشؤون القانونيه والجهاز الاداري في النادي ويتم التنسيق بينهم، ثم يعرض الامر على المكتب التنفيذي، ومن المكتب التنفيذي يتم عرض الامر على مجلس الاداره، ومجلس الاداره يعتمد ثم يرسل اللائحه للجمعيه العموميه للاعتماد. لكن اللي حصل النهارده طبعا مع التغير ومرحله التغير اللي بيعمل مصر بشكل مميز في استماع للاراء في اكثر من 4000 او 3000 اقتراح تم عرضهم، في استماع لوجهات النظر المختلفه للشباب للمراه للكبار للرياضيين لحتى ادارات النادي المختلفه لما هيتعمل لهم جزء من اللائحه برضه لائحتهم. فانا عايز اقول انه ده شكل مميز وفي جهد كبير معمول من مجلس الاداره من اداره النادي من اداره الاعلام، كل الادارات بتحاول لان الهدف ان هم يحطوا النادي الاهلي على المستقبل. النادي الاهلي ده كيان كبير، النادي الاهلي مش فرقه كوره، النادي الاهلي مؤسسه كبيره، النادي الاهلي حاجه تفرح مصر، فشيء مهم جدا لازم يتم الحفاظ على هذا الكيان لانه يمثل 75% من جميع الالعاب الرياضيه في مصر. ده شيء كويس، الاهلي بيبحث عن الرياضه، بيبحث من خلال انا بسميها مش عاوز اسميها لائحه بقدر ما ان انا هسميها يعني دستور الاهلي نتنبثق منه لوائح تنفيذيه توضح الصوره لكافه الالعاب والالعاب الاخرى الاداريه. تم تقدم عليه مجلس الاداره، شايف ان ده بيقلل نسبه الخطا، شايف كمان في جهود كبيره من المستشارين الموجودين عاملين شغل عاملين تنسيق في صحيح. يعني في فريق عمل متكامل صحيح. في الاهلي ربما بيعطي درس واضح للانديه الاخرى انها تاخذ منه منهج، ودائما وده دائما اللي معروف عن النادي الاهلي ده دائما قوه الاهلي كانت في ادارته، وادارته كانت هي منطق قوته واللي هي حائط الصد دائما امام المشاكل اللي بيواجهها النادي على مدار تاريخه. صحيح. شكرا ليك استاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في الاهرام. نرجع بقى مره ثانيه ونتكلم عن الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عليه، صوره الكابتنه. يعني انا شايف انه حد بقيمه محمد صلاح اللي تعرض لحروب جامده وتعرض لاساءات من ناس ما زالت بتتعامل مع كره القدم بعقليه الهواء مش عقليه المحترفين للاسف. في عهد المهندس هاني ابو ريده اللي كنت ازعم انه من اول يوم ليه هيكون عندنا سجل حافل باللوائح المحترم اللي تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي على مستوى كل عناصر اللعبه، لكن ما زلنا بنمشي برضو بنفس العشوائيه اللي كانت موجوده على مدار مجالس الاداره. مش بس بالحب، ده احيانا بتبقى بالكر، انت عارفه ده احيانا بتبقى عصابات جوه يعني شلاليه جوه الشلاليه موجوده، لا كل ده موجود اي حاجه في الدنيا، وللاسف كلهم بيدوروا على مصالح خاصه.
صحيح. يعني 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 جوه بيفصلوا نفسهم عندما تتعارض المصالح بين اهلي وزمالك، الناس جوه بتنقسم اهلي وزمالك. ودي المشكله. انا جوه مجلس اداره اتحاد كره القدم المفروض اني بمثل كل انديه مصر، بمثل الجمعيه العموميه اللي انتخبتني، مش بمثل فقط النادي اللي بنتمي اليه. صحيح. نادي جزء، لكن الاتحاد هو الاب الشرعي لكل الانديه. صحيح. مش كده؟ دي خلافات للاسف ما زالت موجوده لحد دلوقتي. عايز اقول لك ان محمد صلاح بقيمته الكبيره والهستيريا اللي عملها لنا في والحاله اللي عملها في السنه الاخيره، ده يستحق مش ان انا بس البسه شرط الكابتن، ده انا لعبه لوحده مع حارس مرمى. يعني الطبيعي محمد صلاح يا جماعه يكون كابتن منتخب مصر، مارادونا في سن صغير جدا لما صعد يعني مش محتاجين يعملوا مشكله عشان يصلحوه فيقولوا له خد الشرط. لا هي بعيده عن الازمه، خلي بالك الازمه دي ما اتكلم، احنا بنتكلم في قيمه محمد صلاح واحقيته بحمل شرط الكابتن. اذا كان ده رمز الكرة القدم المصريه دلوقتي في العالم، اروح انا اقول لهم مع المحمدي او عبد الشافي ولا الشناوي ولا يبقى كابتن منتخب مصر؟ لا، مساله برضه ناقصها عقل احترافي، عليها عقد احترافي في النادي. ممكن اقول في النادي الاهلي مين الاقدم يتولى شرط الكابتن، او في الزمالك او في اي نادي مصر، لكن في منتخب مصر احنا عندنا ده مسمينه منتخب صلاح. صحيح، مش كده؟ يعني منتخب صلاح، وصلاح ايه ترتيبه الرابع او الخامس في العالم يا عم؟ طلعهم من المنتخب بقى وخلي الكباتن بتوعك يلعبوا، انت بتهزر؟ لا، محمد صلاح طبعا يستحق انه يكون موجود، وانا متاكد ان 100 مليون مصري كان هيدعموا هذا. طب تفتكر ايه اللي حصل؟ يعني هو كان في نيه، وفعلا اتحاد الكره اللي حصل ان في نيه ان هو بعد الازمه اللي حصلت ما بينهم دي ان هم يدوا شاره الكابتن. لا، ده اتضح ان في نيه جوه المجلس انه ما ياخدش شاره الكابتن بعد الازمه دي. يعني اللي وصلك معكوس. لا، انا اعتقد ان كان في تحالف جوه المجلس ان لا، صلاح ما يوصلش شرط الكابتن لانه عمل كده وهو مجرد نفر في الفريق، يعني امال لما كابتن منتخب مصر. بس حد بقيمه صلاح يا جماعه عيب. يعني اولا هو مش عيب لانه لعيب كبير، مش عيب لانه افضل لاعب في اوروبا، في ثالث لاعب في اوروبا وافضل لاعب في الدوري الانجليزي ومرشح للفوز بالكره الذهبيه على مستوى العالم، لكن عيب لانه سلعه يجب ان استغلها. صلاح دلوقتي واجهه المنتخب مصر. صحيح. انا بتنازل عن جزء من حقوقي في صلاح لما بحرمه من شرط الكابتن. صحيح، بس انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن برضه هو محمد صلاح ما عندوش وقت ان هو يقوم بمهام القائد في المنتخب. يعني دايما كابتن الفريق ده بيبقى داخل قوي في مشاكل اللعيبه، في محتاجين ايه، عايزين ايه. هو طب هو في حد دلوقتي يدافع عن حقوق لعيبه منتخب مصر قد صلاح؟ هما لعيبه منتخب مصر قبل كده ركبوا فيرست كلاس في الطيارات قبل محمد صلاح ما يعمل الازمه دي؟ هو لعيبه منتخب مصر اتعمل لهم دلوقتي امن على حجراتهم علشان منع تسرب الاطفال والراقصات والفنانين وما ذلك من كل بتاع الطوائف اللي بتروح في اوض اللاعبين؟ هو ده كله اتعمل الا لما صلاح كان له موقف. صحيح. هو اكتر حد دلوقتي او اقدر حد بالدفاع عن، هو حابب منتخب بلده، لعيبه منتخب مصر. هو عايز يعمل، عايز يحتضن الفرقه بالكامل. صحيح. عايز يبعد عنها المؤثرات الخارجيه اللي كانت دايما بتاثر وبتبعد منتخبنا. صحيح. فانت ده ردا بس على انك بتقولي صلاح مش فاضي. لا، ده صلاح هو الوحيد اللي فاضي. طيب نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بقى كلامنا. صدق. عن المنتخب الوطني الاول، واكيد عن مو صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول وليفربول الانجليزي، لكن بعد رجعنا سريعا. ولسه منورنا استاذ صبحي عبد السلام نائب رئيس تحرير جريده الكوره والملاعب النهارده في الاستوديو، ولسه بنتكلم معاك عن منتخبنا الوطني الاول وعن محمد صلاح وعن انجازاته طبعا وحقيقته في حمل شاره الكابتن. طبعا واضح ان انت يعني انا متحمس جدا، متحمس جدا لمحمد صلاح. انا خايف الفكره دي هتخرج من اتحاد كره القدم على فكره بدري قوي. حتى اثناء تصفيات كاس العالم، مش بس كاس العالم، كان على الاقل في كاس العالم محمد صلاح اللي كتير من مشاهدي كره القدم الاوروبيه والامريكيه ما عرفوش منتخب مصر الا من خلال اسمه مو صلاح. صحيح. كان طبيعي انه يكون هو حامل شر الكابتن مش اللاعب تاني يعني. صحيح. طيب خلاص، بعيدا بقى عن منتخبنا الوطني الاول اللي اكيد بنتمنى له النهارده كل التوفيق باذن الله في لقائه قصاد النيور الساعه 8 مساء على ملعب برج العرب، نروح بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي سريعا كده نروح للنادي الاهلي وتقييمك لادائه خلال خمس جولات الاولى من الدوري المصري الممتاز، وطبعا ادائه في دوري ابطال افريقيا. بص، انا هفصل بين الاهلي المحلي وبين الاهلي في دوري ابطال افريقيا. في دوري ابطال افريقيا الاهلي بيلعب بشخصيه البطل المعروفه عنه، اللي في اي وقت ومع اي تشكيله ومع اي مدرب طموحاته نطلع على منصه التتويج. صحيح. لكن على المستوى المحلي في ألف علامة استفهام أمام أداء النادي الأهلي برغم النتائج الجيدة إلى الآن. لكن إحنا كنا دايما بنشوف أن الأهلي والفرق الكبير نتائجهم بتبقى مقرونة بأداء جيد. النهاردة الأداء ما زال غير مقنع، أعتقد أن كالتيرون ما زال في حاجة إلى بعض الوقت. صحيح. يبدو انه لسه ما حطش ايده على مواطن القوه والضعف في خطوطه الثلاثه. يمكن ده بسبب تغيير التشكيل المستمر وراحه بعض اللعيبه وعمليه التدوير. هو برضه المسؤول عنه، يعني حتى لو بسبب راحه بعض اللاعبين اعتقد المدرب هو المسؤول عنه مش حد تاني. فالنهارده الكارتيرون عنده مجموعه من اللاعبين الاكفاء، جايز اداره الاهلي بقول تاني ما دعمتش كويس في ميركاتو الصيفي، جايز ان الفريق بيعاني من بعض
المشاكل في بعض الخطوط الثلاثه. شايف انهي مركز كان محتاج ان هو يدعم؟ بص الخط الهجوم دلوقتي متاثر بحاجتين مهمين جدا، غياب اجاي والرقابه اللصيقه اللي بقت مفروضه على ازارو اللي ما بقتش تمكنه من التفاعل بشكل كبير زي الماتشات الاولى. دي لازم يتعمل حسابها بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. يمكن يكون صلاح محسن هو الحل برضه، مش مروان محسن. صلاح محسن لعيب مجتهد جدا، يقدر يلعب تحت راسين الحربه، يقدر يلعب سترايكر صريح، لكن هو لعيب عنده طموحات جوه النادي الاهلي، اعتقد وسنه صغير، فاتصور ان هو هيكون له دور كبير في المرحله اللي جايه. اكيد هيكون له دور كبير في المرحله الجايه. الباك ليفت والباك رايت في النادي الاهلي لحد ما فيهم استقرار، لكن منطقه قلب الدفاع ما زالت فيها مشاكل. عندك مشاكل برضو دفاعيه، ودي بتعاني منها على فكره معظم فرق الدوري. وده بيؤكد لنا ان ده من اختيارات حتى المديرين اصلا. المدافعين بقى في عندنا ندره في المدافعين في الدوري المصري. ده انت عندك ندره في المهاجمين، في المدافعين، وندره في المهاجمين، وندره في حراس المرمى الاكفاء. يعني انت اهو دايره في النهايه بترجع لنفس التشكيله ونفس احمد الشناوي. بس انت على وسط الملعب. لا في كل حاجه مع الاستقرار وسط الملعب في عدد كبير من اللاعبين، لانه الاهلي والزمالك اللي هم المتزاعمين كره القدم المصريه عندهم جيوش في الحته دي. صحيح. تقدر تخليكي مرتاحه سواء على مستوى انديتهم او على مستوى المنتخب. ارجع للنادي الاهلي اقول لك انا غير مقتنع بشكل كبير باداء وليس بنتائج النادي الاهلي. على كارتيرون يعالج المساله دي بسرعه ويرجع لكره القدم الحلوه اللي كان مقدمها. طب انا لو سالتك دلوقتي مين الصفقه اللي كان المفروض مثلا النادي الاهلي دعم بيها خط دفاعه في الميركاتو الشتوي؟ هو جايب المدافع الافريقي ده جيد جدا، لكن اعتقد انه جيب الصدفه. انت محتاجه سرد باك قوي من عينه ياسر ابراهيم. الاهلي في وقت من الاوقات كان بيفاوضه، لكن البعض طلع قال لك اعتقد انه زملكاوي او انه مش عارف ايه، فبعده عن الكره ما بقتش. مين تاني غير ياسر ابراهيم؟ عندك محمود متولي مدافع الاسماعيلي الصلب جدا جدا، واحد من اللاعبين المحترمين. بكري اللي هرب من القطبين وراح وراح لبيراميدز، اعتقد كان واحد برضه من الاسماء اللي كانت تقدر تشيل خط دفاع بحجم دفاع. في اسامي ثانيه؟ لا في كتير يعني. انت لو دورت حتى في الفرق الصغيره، خلي بالك الدوري بتاعنا دوري ولاد. الدوري بتاعنا دوري ما عندوش ثوابت، مش ثابت. الدوري بتاعنا الموسم بيقدم لك حسين الشحات، ثاني سنه بيقدم لك حد غيره مختلف ومهم جدا وتقدري تاخديه وانت تراهن عليه. في لعيبه كتير. صحيح. بس محتاجه العين الخبيره. يعني ايه المعايير اللي المفروض تكون موجوده في المدافع القادم للنادي الاهلي مثلا في الميركاتو الشتوي القادم؟ يكون مثلا سنه قد ايه؟ ما يكون عنده خبره قد ايه؟ لا مش سنه، مساله السن دي عفى عليها الزمن. مساله السن دي انا ممكن اجيب لعيب تيكاوي يديني سنه او اثنين، لعيب عنده امكانيات يسدني نقص في المنطقه دي لمده زمنيه معينه، اكون بجهز انا فيها ناشئ او بجهز بديل او بجيب لعيب سنه صغير بقى بعدين. لكن دلوقتي لما يبقى التغيير مفروض ما ببصش لاعتبارات من اعتبار السن ولا الفلوس. لكن اداره النادي الاهلي لو وقفت قدام مساله سعره بكام وهيكلف النادي كام، لا النادي الاهلي نادي بطوله، عليك انك انت تحضر فلوسك لتختار بقى اللعيب اللي يناسب طموحات واحلام جماهير النادي الاهلي. يعني مثلا كان في زي نيه للتعاقد مع دويدار قبل كده من قبل النادي الاهلي، او يمكن الاهلي يتعاقد فعلا وخد الفلوس. لكن كان اعتراض الجمهور عليه كبير جدا بسبب ان هو سنه كبير، يعني كان فوق السن يعني. بس بقى ده الاستثناء اللي بقول لك عليه. احمد دويدار عنده خبرات. احمد دويدار لعيب في الحته دي كان مبقى جيد، النهارده بيعيد توظيفه مختار حتى في وسط الملعب. صحيح. النهارده بقى اقرب للبلاي ميكر كمان من المدافع، بقى ديفندر ممكن يساعد هجوم ويساعد دفاع، بغض النظر انه لعب للزمالك قبل كده او بتاع، لان لعيبه كتير لعبت للزمالك راحت الاهلي والعكس. يعني لذلك بقول لك انت محتاجه ايه؟ محتاجه قد ايه بنسبه كام؟ يعني لو عندي مشكله في الحته دي اجيبه ما ابصش لعامل السن، لانه صحيح. النهارده بيديني هو مع فريقه حاليا في الدوري، بيدي واحد من اهم اللاعبين دلوقتي اللي موجودين في الدوري. فانا ده كان واحد من الاسماء اللي ممكن تكون موجوده. بس الفلوس مش عارف هيرجعوها ولا لا. طيب خلينا نروح بقى للازمه طبعا التحكيميه الكبيره جدا اللي حصلت للنادي الاهلي في الجوله الخامسه من عمر الدوري المصري الممتاز قصاد الانتاج الحربي. ابراهيم نور الدين كان طبعا بطل المسلسل ده. يعني شفت الازمه دي ازاي؟ وشفت الاخطاء التحكيميه اللي ما تعديش على اي شخص في الدنيا دي ازاي عدت على الطاقم التحكيمي؟ بص انا في كل قناه وفي كل محطه بتواجد فيها بقول ان هدف الاهلي لا يقبل الشك. صحيح. ضربه الجزاء اللي تغاضى عنها لا تقبل الشك. حقيقي. ماشي. ولكن انا وبعدين كمان لما طلع لقطات جديده للحكام سواء الحكم اللي ورا اللي واقف قدام ازارو او اللي نور الدين وهو بيرفع الصفاره خلاص يعني خلينا نقول لا ان هي احنا اتفقنا ان اخطاء 100% صريحه. 100% صريحه. بس فين الاهم من الاخطاء؟ فين اللي حامل الصفاره ده؟ ابراهيم نور الدين. الراجل بتاع الشوق اللي ما بيركزش بشكل كبير وكل قضيته انه يحكم مباراه الفرق الكبير. خلي بالك الازمه في ابراهيم نور الدين مش الازمه في انه ما احتسبش بس، لا ابراهيم نور الدين في اي مباراه بيعمل كارثه، بيعمل مصيبه.
ارجعي ارجعي كده بالذاكره لحد نهائي البطوله العربيه اللي كانت بين الشاشه. اه طبعا. لا من انا حسمت من الاول بقول لك لا هي ما فيهاش ادنى شك. طب ما تجيبوا لنا كمان اللقطه بتاعت ابراهيم نور الدين وهو بيحط الصفاره في بقه. ما هو بناء على بصي في مشكله جديده في قانون التحكيم. بصي دلوقتي قالوا للحكم اللاين مان حكم الخط لا تتدخل في الكرات المشتركه اللي فيها شكوك جوه ضربه جزاء وسيب المهمه دي للحكم الاضافي اللي واقف على خط الجول. صحيح. فهنا انت حرمت نفسك كحكم وحرمت الملعب من صاحب الراي ما يقدرش يرفع رايته. فالراجل اللي ورا الجول اللي واقف على خط الجول قال له لا ما فيهاش حاجه. فاللاين مان بريء. الناس بتقول ان المساعد هو اللي يتحمل المسؤوليه. لا متحمل المسؤوليه لا مش هو ده عنده في اجتماعات لجنه الحكام بيقول له مالكش دعوه بالكرات دي. الكرات دي لحكم المباراه ولا بيكون ليه يعني راي على قلب ما بيتسالش ما بيتسالش. ما هو بصي شوف الراجل اللي واقف على الخط ده شايف ابراهيم نور الدين فين شوف ابراهيم نور الدين فين وقريب يعني اعتقد ان الحكم الاضافي اللي هو بيقف على خط المرمى هو كان صاحب مبادره انه لا ما تحسبهاش مش الحكم المساعد. لكن عايز تاني وارجع واقول لك انه اداء ابراهيم نور الدين من زمان قوي مش بس مع الاهلي. ابراهيم نور الدين تقريبا بيرتكب مهازل تحكيميه في كل المباريات مهازل. يعني انت عندك في نهائي البطوله العربيه اللي كانت بين الترجي وبين كل حته علقه مش كده بعدها باربع ايام راح لعب ماتش في بطوله دوري ابطال افريقيا اتضرب برضه علقه بعدها باربع ايام. يعني فين اتحاد كره القدم ولجنه الحكام من متابعه التصرفات دي؟ فين الاخطاء دي؟ لما ترجعي برضه لجهاد جريش اللي راح كاس عالم مع منتخب مصر وللاسف رجع معاهم من الدور الاول نفس مستوى منتخب مصر كان جهاد جريشة هو نفسه اللي تسبب في ازمه برضه الزمالك والمقصه الموسم اللي فات اللي برضه ركله الجزاء بتاع احمد سامي اللي ما فيش حد ما شافهاش في العالم غيره. صحيح. يعني دايما الكوارث التحكيميه بتيجي من الحكام الكبار. ده بيؤكد ان ما فيش شغل جوه لجنه الحكام. كابتن عصام مكتفي بمعسكر الهدف وروح يقول لهم يا رجاله برافو يا رجاله واللعبه دي كان المفروض ترفع ودي لا كره الحكم والتهديدات بقى يا جماعه التحكيم بقى موهبه التهديدات بالاستقاله دلوقتي لما الاهلي بيعترض الزمالك بيعترض الانديه الكبيره بتعترض بيهدد دايما بالاستقاله. بص يعني عايز اقول عصام عبد الفتاح عدد مرات اللي هدد فيها بالاستقاله اكتر من عدد المرات اللي حضر فيها اجتماع مجلس الاداره. اذا كنت هتستقيل يا سيدي استقيل بس خليك اكثر جراه واستقيل من عضويه مجلس اداره الاتحاد. لانك انت كعضو مجلس اداره فشلت في الاشراف على لجنه الحكام هتعمل لي ايه فوق؟ فمع السلامه وحد تاني يجي. ثقافه الاعتذار عند الفشل مش موجوده لا في انديتنا ولا في اتحاد كره القدم. الحكم اللي بيخطئ زي ابراهيم نور الدين في مباراه الاهلي او غيره من الحكام بيتكافئ وبيكون موجود وفي مباريات كبيره. ومن يعني زي ما بقول لك ومن اساء العقوبه من امل العقوبه اساء التصرف او اساء الادب خليها التصرف مش كده. الحكم اللي ما يتوقعش عليه جزاءات معلنه طب انت هتعمل له ايه سقفك معايا انا ما بعاقبوش وليه مش معلنه هيرتكب ليه هو الحكم كل قضاة ملاعب يعني ايه قضاة ملاعب يعني ايه مش معنى اللعيب لما بيغلط في الملعب بيطلعوا كارت اصفر والمدرب ده 100000 بيقول اطلع بره والمدرب كان بيطرد بره الملعب علما بان انا عندي قناعه بان الحكم عنصر بشري في الملعب. صحيح. يعني كلمه قالها لي الله يرحمه الكابتن محمد حسام لما برده كان في اخطاء تحكيم وبكلمه قال لي تعالى في كام لعيب في الملعب قلت له 22 لعيب قال لي تقريبا كل لعيب بيرتكب كام خطا قلت له اربع خمس اخطاء يعني عندنا 120 130 خطا الحكم زيه زيهم بشر ادوله الحق انه يرتكب خمس اخطاء فاهمني بس بتيجي الكارثه لما الاخطاء تبقى مؤثره في نتيجه مباراه زي اللي حصلت مع ابراهيم نور الدين وجماهير الاهلي لا تقبل الهزيمه. صحيح. انا عايز اقول لك اللي زاد الموضوع ان جماهير الاهلي بطبيعتها لا تقبل الهزيمه ماشي برغم ان ابراهيم الدين ممكن من ابراهيم نور الدين ممكن يكون جامل مش جامل الاهلي الاهلي استفاد كتير من اخطاء سابقه له بس بتعدي. النهارده الظلم ده لو وقع على فريق من تحت ما تزعليش مني انا بتكلم بصراحه النهارده الظلم ده لو وقع على فريق من تحت كانت عدت مره مرور الكرام انما اهلي والزمالك لا عندهم الات اعلاميه كبيره عندهم الات جماهيريه كبيره عندهم ناس واقفه رصده كل حركه فانا بقول انه لجنه الحكام لازم تحسن الاختيار انت عندك حكام في منتهى الكفاءه خلي بالك انا مش بشكك في حكامنا الحكم المصري الوحيد في العالم قد يكون هو الحكم الوحيد اللي نزيه الحكم اللي ضد الرشوه على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي عندنا نزاهه كبيره بس الامكانيات ناقصه يعني لما تيجي تتكلمي في النادي الاهلي بيطالب بتطبيق تقنيه الفار مش كده؟ طب اطبقها منين؟ يعني لما احنا جينا مره طبقناها جبنا جهاز مكسور كده وقعدنا راجل مش وظيفته وقعد حكم رابع عليه، ايه ده مسخره؟ طب دلوقتي انا عشان اعملها محتاجه مني عشرات الملايين من الجنيه وربما بالدولارات قلت لي ليه؟ انت عندك ثلاث اربع خمس ماتشات في يوم واحد، يعني محتاجه ثلاث اربع اطقم كامله في يوم واحد، مش ماتش الاهلي بس. يعني انا مش هحطها في ماتش الاهلي والزمالك، ده انا هطبقها في الدوري بالكامل، وانا الدوري بتاعي مضغوط. فممكن موسم النهارده بتلاقي اربع خمس ماتشات في يوم واحد اذا انا محتاج خمس اطقم فنيه خمس اطقم بتوع تكنولوجيا مخرجين مساعدين وكاميرا خاصه على انت عندك ده الامكانيات دي موجوده في, انت عندك حضرتك 50 سماعه جبتيهم خدناهم معونه من حد
السماعات باظت ما اتصلحتش. بيتكلموا على التليفون. عارفه السماعه دي ثمنها كام؟ 55,000 جنيه. عارفه اتحاد كره القدم ولجنه الحكام الموقره عملت ايه؟ راحت جابت سماعات موبايل تقريبا من اللي هي في المتر دي ب 5 جنيه وحطها في ودن الحكم. هو يا جماعه كره التحكيم ما بقاش فهلوه. التحكيم بقى تقنيات، بقى ادوات، بقى فلوس. يعني انت في عصر سبونسر وعنس فلوس، ان ما كنتش تتطوري وتساير العالم الخارجي، لا نرجع بقى تاني للشرط اللي كان تحت الركبه واللاين بتاعنا وخلاص. النهارده عشان نطبق الفار محتاج فلوس، ان اتحاد كره القدم قادر، ده ما قدرش يصلح السماعات. والغريبه انه في عصر لاول مره اتحاد كره القدم يبقى عنده مئات الملايين من الجنيهات من الشركات الراعيه. يعني انت ما بقتش فقير زي زمان. طب منين معهوش فلوس ولا او ما عندوش الامكانيات، ومنين معاه فلوس؟ هو عليه بقى انه يوزعها بقى على حكامه وعلى مدربينه وعلى معسكراته وعلى علم كمان سالجادو اخذ 10,000 او تم مثلا تم ان هو الموافقه على 10,000 دولار كراتب شهري وهيدفعوا فورا، والراجل لو عايز مقدم هياخد مقدم. صحيح. طب ليه الحكام؟ يعني احنا بنتكلم الحكام اصل ازمه شامله. الحكام مستحقات الموسم بالكامل يا شماء الماضي ده لسه مصروفه من اسبوع. صحيح. يعني الحكم يجي من بلد، جاله حكم جاي، حكم جاي من بلده. مشكله الحكم المصري لا، لازم يتم النظر في مستواه حتى المادي والفلوس اللي بياخدها، ادواته اللي بتساعده. حكم برينو الدين ما كانش معاه حتى الاسبري اللي هو بيحدد الخطوط بتاع، انت نازله حكم مجرد، يعني حكم بني ادم بس نازل ادواته كلها ناقصه، مش عايز يرتكب اخطاء، طبيعي انه يرتكب اخطاء. بشكرك جدا استاذ صبحي عبد السلام نائب رئيس تحرير مجله الكوره والملاعب، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. الله يخليك. بشكرك جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم، وان شاء الله الفوز يكون حليفنا النهارده في لقاء مصر والنيجر.